هل في حضراتكم في مجله التسامير، طبعا هي مجله طبعا مخصصه للطفل في المقام الاول، هيكون في عدد خاص مثلا بهذه المناسبه؟ كان نفسي نعمل عدد خاص قوي، لكن لقيت ان بما ان الموضوع هو مستمر لغايه دلوقتي، احنا بقالنا اكتر يعني كذا اسبوع يعني في هذا الموضوع، فبدانا مع اسره التحرير، وانا معايا الحقيقه او انا اللي معاهم يعني فنانين على اعلى مستوى وكتاب على اعلى مستوى، فكل اسبوع احنا مش هنعمل عدد خاص واحد عشان ما يبقاش عدد وانتهى. كل اسبوع بنعمل غلاف شخصيات المجله اللي بتقوم، يعني شخصيات المجله اللي هي سمير وتهته وكده، بيبتدوا يتعاطفوا ويبتدوا يظهروا على الغلاف. وكمان انا بكتب قصه اسبوعيه، قصه كوميكس ستريبس، ودي من الانواع الجميله اللي هي بتلاقي هوا عند الاطفال، اللي هي معتمده على الكدر والبالونه، مش يعني في قصه سرديه العاديه وفي قصه ستريبس. فانا كتبت يعني على مدى الاسابيع اللي فاتت قصص ستريبس للاطفال بيرسمها كبار رسامي مجله سمير بشكل جميل عن موضوعات مختلفه جدا، كل الموضوعات اللي احنا عايشينها. زائد في مؤرخ عسكري كبير بيكتب لنا برضو باب اسمه بطولات عربيه، بيكتب بقى عن البطولات فلسطين وبطولات مصر ويعني الصراع العرب ضد الصهاينه بشكل لطيف ومبسط وفي صور ورسوم. طب ده بالنسبه للمعلومات، بس بالنسبه حتى للقصه لما نيجي نحكيها لاطفال، قصه معقده فيها تفاصيل كتير، تمام، قصه بتمتد اصلا جذورها لوقت برده مش بسيط، حضرتك ازاي بتبسطيها من خلال القصص اللي بتكتبيها للاطفال؟ لان الموضوع ساخن والموضوع شديد الاهميه، يعني بتجيلي الفكره مثلا احنا اتكلمنا مثلا مؤخرا عن مقاطعه المنتجات اللي هي مناصره للاحتلال مثلا، فعملنا قصه كوميكس بغلاف عن هذا الموضوع بشكل بسيط جدا، بنقول للاطفال ان احنا المفروض نقاطع بعض المنتجات اللي هي، وبعدين الاطفال على فكره بيستعملوها كتير جدا وبياكلوها وبيشربوها وممكن تكون مضره على فكره، فيمكن جت بفايده، عشان كده بقول في الاول زي ما قلت في اول حواري ان رب ضاره نافعه حقيقي، وبكتب برضو الكلمه اللي هي بتبقى كلمه العدد للاطفال بشكل مبسط عن كل ما يدور حولهم من احداث كبيره وجليله، بنحاول ان احنا نبسطها للاطفال. فبعمل ده كل اسبوع، اي موضوع ساخن يعني مثلا موضوع المنتجات، موضوع سيناء خط احمر، احنا دايما اتكلمنا عن سيناء، وزي ما سياده الرئيس قال بشكل واضح وصريح، سيناء خط احمر، وكمان تصفيه القضيه خط احمر، ازاي ابسط بقى المعاني الكبيره دي للاطفال؟ صحيح. عملنا ده، كتبت قصه اسمها انتباه، عبارة عن قصة كوميكس برضو، إن إزاي هم في الفصل الكلاس عن سينا، الفصل عن سينا، وبيبتدوا بقى يشوفوا إيه اللي حصل في سينا. وإحنا دايما بنعمل كمان أعداد عن 6 أكتوبر بنتكلم أيضا عن سيناء، هذه القطعة الغالية من أرض مصر. كل ده بنعمله بشكل لطيف من خلال شخصيات المجلة اللطيفة اللي الأطفال بيحبوها، واللي بيرسم كمان كبار رسامي مجلة سمير، ونبسط كل هذه المعاني الكبيرة بشكل مبسط ولطيف وجميل، والحمد لله انه وصل كمان للاطفال.